تقوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وفقا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات لجميع الأيتام المسجلين لديها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حرصا من جلالة الملك المعظم على مشاركتهم فرحة الأعياد وتوفير كافة أشكال الرعاية المتميزة والدعم للأسر المحتاجة وللأيتام، بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أكد على أبرز جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتوفير كافة أشكال الرعاية المتميزة والدعم للأسر المحتاجة وللأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في فترة العيد، والجهود لا تتوقف على طول السنة، بس فترة العيد فترة خاصة، فيحرص سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه في جميع المناسبات أن يشارك أبناء شعبه فرحة العيد، وخصوصا الأيتام والأرامل، حيث يصدر جلالته توجيهات للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بصرف مكرمة بمناسبة العيد لجميع الأيتام والأرامل، حيث يتم إيداع مبلغ المكرمة في حسابات بنكية قبل العيد بوقت مناسب حتى يتسنى لهم شراء احتياجاتهم. من جهة أخرى، تعمل المؤسسة من خلال الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في تنظيم العديد من البرامج والأنشطة لصالح الأيتام والأرامل. ومن المبادرات الجميلة هي مبادرة من إحدى الشركات التجارية، والتي فتحت أبواب متجرها لأكثر من 750 يتيم لخوض تجربة تسوق بأسلوب مميز، والأيتام أبناء جلالة الملك دائما يوصينا بتقديم أفضل الخدمات لهم، ونحب نسعدهم بمشاركتهم أفراحهم وتنظيم العديد من الفعاليات خاصة في العيد. عندنا برامج ترفيهية، رياضية، اجتماعية، والكثير لإدخال الفرحة في قلوبهم